بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله عزيزاتي طالبات الصف الرابع ابتدائي في مادة رياضيات. لدينا درس جديد وهو بعنوان تقدير نواتج الضرب. فكرة الدرس: سوف أقدر ناتج الضرب باستعمال التقريب. لدي استعدي يا عزيزاتي، إذا كان القط ينام 12 ساعة يوميا، فكم ساعة تقريبا ينام في 3 أسابيع؟ هاي مبدعة، ألاحظ أن أعطاني في السؤال كلمة تقريبا، إذا تفيدني كلمة تقريبا أن عليك أن تقدر. وحينما نقدر ناتج الضرب عددين من رقمين، فمن المفيد أن تقرب كلا منهما. إذا لدي المثال يا مبدعات، إذن يا مبدعات لدي: ينام القط 12 ساعة يوميا، فكم ساعة تقريبا ينام في 3 أسابيع؟ إذن يا مبدعات هناك 21 يوما في 3 أسابيع، إذن سوف أقدر ناتج 21 ضرب 12. طيب يا مبدعات لدي الخطوة الأولى، سوف أقرب كل عدد إلى أقرب 10. لدي العدد 21 ضرب 12، إذن سوف أقرب العدد إلى أقرب 10. لدي العدد 21، الواحد يقع في الآحاد والاثنان يقع في العشرات، إذن سوف أضع خط تحت العدد 2. لماذا يا عزيزاتي؟ لأن العدد 2 يقع في منزلة العشرات، وهو العدد الذي سوف أقربه إلى أقرب 10. طيب يا مبدعات انظر للعدد الذي على جهة اليمين، لدي 1 والأول 1 من الأعداد الصغيرة، إذا سوف تنزل الاثنان وأستبدل كل عدد على جهة اليمين بصفر. إذا يا مبدعات 21 قربت إلى العدد 20. أيضا يا مبدعات ضرب 12، الاثنان يا عزيزاتي تقع في منزلة الآحاد والواحد يقع في منزلة العشرات، إذا سوف أضع الواحد تحت الواحد خط لأنه يقع في منزلة العشرات، وهو العدد الذي سوف أقرب إلى أقرب 10. طيب يا مبدعات انظر للعدد الذي على جهة اليمين، لدي الاثنان والاثنان من الأعداد الصغيرة، أحسنتم، إذا سوف أنزل العدد 1 وأستبدل كل عدد على جهة اليمين بصفر. إذا يا مبدعات قربت العدد 12 إلى 10. إذا يا مبدعات سوف أبدأ يا عزيزاتي بالضرب. لدي 10 ضرب 20، سوف أبدأ بضرب الآحاد أولا، يوجد في الآحاد لدي 0، إذا 0 ضرب 20 يا مبدعات 0، أحسنتم يا عزيزاتي، أي عدد يضرب في الصفر يكون الناتج 0، إذا 0 ضرب 20 يساوي 0. انتهيت يا مبدعات من ضرب الآحاد، أنتقل لضرب العشرات، يوجد لدي بالعشرات 1، إذا 1 ضرب 20 كم يساوي؟ 20، أحسنتم، إذا أضع 20. إذا يا مبدعات 10 ضرب 20 كم أصبح يا عزيزاتي؟ 200، بارك الله فيكم يا مبدعات، إذا ينام القط 200 ساعة تقريبا في 21 يوما أو في 3 أسابيع. واضح لكم المثال يا مبدعات؟ إذا يا عزيزاتي أنتقل للمثال التالي. لدي مبدعات يجري عصام 35 دقيقة يوميا، فكم دقيقة يجري في سنة كاملة؟ علما بأن عدد أيام السنة الهجرية يساوي 354 يوما تقريبا. أيضا يا مبدعات أعطاني كلمة تقريبا، إذا يا عزيزاتي سوف أقرب العدد، إذا أحتاج إلى تقدير ناتج 354 ضرب 35. إذا يا مبدعات أول خطوة سوف أقرب كل عدد إلى أكبر منزلة فيه. لدي العدد يا عزيزاتي 354، الأربعة تقع في الآحاد، الخمسة تقع في العشرات، الثلاثة تقع في المئات، إذا سوف أقرب الثلاثة يا مبدعات إلى أقرب 100. أضع خط تحت العدد 3 لأنه يقع في منزلة المئات،
انظر يا مبدعة للعدد الذي على جهة اليمين، لدي خمسة، والخمسة من الأعداد الكبيرة. أحسنتم، إذن سوف تعطي الثلاثة واحد، كم يصبح يا مبدعات؟ ثلاثة زائد الواحد أربعة. أحسنتم، سوف أستبدل كل عدد على جهة اليمين بصفر. إذن يا مبدعات قربت العدد 354 إلى 400. أيضا ضرب العدد 35، الخمسة تقع في الآحاد والثلاثة تقع يا عزيزاتي في العشرات. إذن سوف أضع خط تحت العدد 3، لأن العدد 3 يا عزيزاتي يقع في منزلة العشرات، وهو العدد الذي سوف أقربه إلى أقرب عشرة. طيب يا مبدعات، أنظر للعدد الذي على جهة اليمين، لدي خمسة، والخمسة من الأعداد الكبيرة. إذن سوف تعطي الثلاثة واحد، كم تصبح؟ أربعة. أحسنتم، وأستبدل كل عدد على جهة اليمين بصفر. إذن قربت العدد 35 إلى 40. طيب يا مبدعات، سوف أبدأ بالضرب، لدي 40 ضرب 400. سوف أبدأ بضرب الآحاد أولا، يوجد في الآحاد صفر، صفر ضرب 400 صفر. أحسنتم، بارك الله فيكم، أي عدد يا عزيزاتي يضرب في الصفر يكون الناتج صفر. إذا انتهيت من ضرب الآحاد، أنتقل لضرب العشرات، لدي أربعة، أربعة ضرب الصفر صفر، أضع الصفر، أيضا أربعة ضرب الصفر صفر، أضع الصفر، أربعة ضرب الأربعة 16. أحسنتم يا مبدعات، إذا كم أصبح الناتج يا عزيزاتي؟ 40 ضرب 400 يساوي، أحسنتم، 16,000. إذا يجري عصام 16,000 دقيقة تقريبا في 354 يوميا. واضح لكم يا مبدعات المثال؟ إذا أنتقل يا عزيزاتي إلى فقرة تأكد. طلب مني يا مبدعات قدر الناتج ثم بين إذا كان التقدير أكبر من أم أقل من الإجابة الدقيقة. إذا لدي العدد 34، إذا طلب مني يا حلوين أقرب العدد. طيب يا عزيزاتي، لدي العدد 34، سوف أقرب العدد إلى أقرب عشرة. ما العدد الذي يقع في منزلة العشرات؟ الثلاثة. أحسنتم، إذن أضع خط تحت العدد ثلاثة. ثم يا عزيزاتي أنظر للعدد الذي على جهة اليمين، لدي العدد أربعة، والأربعة من الأعداد الكبيرة أم الصغيرة؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، من الأعداد الصغيرة. إذن سوف تنزل الثلاثة، وأستبدل كل عدد على جهة اليمين بصفر. إذن يا مبدعات قربت العدد 34 إلى 30 ضرب، لدي العدد 12، الواحد يقع في منزلة العشرات. إذن سوف أضع خط تحت العدد واحد. طيب يا مبدعات، انظر للعدد الذي على جهة اليمين، لدي الاثنان، والاثنان من الأعداد الصغيرة. أحسنتم، إذا سوف أنزل الواحد وأستبدل كل عدد على جهة اليمين بصفر. إذا يا مبدعات قربت العدد 12 إلى 10. إذا سوف أبدأ بالضرب يا مبدعات، لدي في الآحاد صفر ضرب 30 صفر. أحسنتم، الواحد ضرب 30 30. إذا كم أصبح الناتج يا مبدعات؟ أحسنتم، إذا 10 ضرب 30 يساوي 300. طيب يا مبدعات، أيضا طلب مني يا عزاتي الإجابة الدقيقة. لدي يا مبدعات 12 ضرب 34. سوف أبدأ يا مبدعات بضرب الآحاد أولا، لدي 2 ضرب 34، كم يساوي يا مبدعات؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، إذا 68. أضع 8 تحت الآحاد وأرفع 6 فوق العشرات. انتهيت يا حلوين من ضرب الآحاد، أنتقل لضرب العشرات. 1 ضرب 34 يساوي، أحسنتم، 34 زائد 6، أحسنتم، 40. إذن كم أصبح الناتج يا مبدعات؟ 408. أحسنتم يا مبدعات، بارك الله فيكم جميعا. أيضا لدي عزيزاتي طلب مني في السؤال، ثم بين إذا كان التقدير أكبر من أم أقل من الإجابة الدقيقة. لدي في الإجابة الدقيقة كم الناتج يا مبدعات؟ 408.
ولدي في التقدير كم أصبح الناتج يا حلوين؟ 300. إذن أيهم أكبر يا مبدعات؟ أحسنتم، إذن التقدير أقل من الإجابة الدقيقة. واضح لكم يا مبدعات؟ إذن شكرا لكم يا عزيزاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.